السلام عليكم. اليوم انا ملتجئه لكم وكنتمنى باش نقدر نوصل داكشي اللي بغيت، لان وقعوا لي بزاف ديال المشاكل وبزاف دزت فواحد الظروف كانت صعيبه بزاف، ومشي سهل عليا بانني غادي نواجه الناس بهذه الطريقه ولا نجي نقول هاد الهضره ولا نهضر بها هكذا على الملا كل شيء. صعيبه بزاف لان كل انسان عنده خصوصيات ديالو وعنده ظروفه وعنده كل شيء. الوغ انا وقعوا لي بزاف ديال الحوايج اللي كانوا اوبليجي عليا انني نشاركهم مع الناس، وكنتمنى باش الا تشاركتهم مع الناس يستافدوا منهم حتى هما، لان باش تكون عايش ومضغوط عليك وعايش وانت خايف من غدا شنو، يكفينا اننا حنا خايفين بان بالقدر ديالنا شنو هو، يكفينا اننا نخافوا من اننا امتى نموتوا وامتى الظروف اللي زعما سيدي ربي اللي مكتبة علينا، اما باش نخافوا من واحد الحاجه اللي حنا عايشين ونخافوا باننا عايشين، بغا نخافوا من الناس ونخافوا من شي واحد اللي هو غادي يشد واحد المكانه ديالو ولا السلطه ديالو كيدير علينا بها، هادي هذا كيتسمى ظلم كبير. وللاسف اننا نكون عندنا هنا في المغرب بحال هاد الاشكال، بحال هاد النوع ديال الخوف اللي نقدروا نخافوا منه. الوغ باش نختصر عليكم ما نطولش عليكم بزاف، انا اليوم ملتجئه وكنقول وكنهضر وكنقول من الناس كاملين، ما عندي مشكله مع محامي، ما عنديش مشكله مع شي واحد ما نعرف شكون، محامي يعني اللي هو المفروض عليه يحمي، كنلتجئ ليه ملي كنكونوا مظلومين، ملي كنكونوا ما قادرينش نوصلوا للحقيقه وما قادرينش نوصلوا لحقنا، وباش يعاوننا ويساعدنا باش نوصلوا للحق ديالنا. الوغ انا عندي واحد المشكل يعني مع محامي استاذ للاسف لا ينقصه الا الاستقامه، ومحامي غير نزيه، وانا تنقول فيها كنقولها وكنتحمل مسؤوليه هذه الهضره هذه اللي كنقول. الوغ انا دخلت للمكتب ديالو ما عندي حتى دوسي، كيف ما قلت ما عندي حتى مشكل، حتى وليت خارجه من المحكمه من عنده من المكتب ديالو خارجه باي محكمه، مشيتي محكمه الابتدائيه، مشيتي محكمه الاستئناف، مشيتي المحكمه ديال التجاريه، فين ما مشيتي غتلقى الاسم ديالي ضد هذا المحامي. الوغ كيف يعقل ان انسان تقتي فيه، وهاد الانسان هذا دخلنا للمكتب ديالو انا والمرحوم راجلي لان كانت عنده ظروف صحيه وكان مر بظروف صحيه صعيبه، ودخلنا ودار فيه الثقه، وكان محامي ديالنا لمده 15 سنه 15 عام يعني، ولا عارف اسرار ديالنا، اسرار الشركه، اسرارنا كامله، فين ما كتكون شي حاجه يعني كنلتجئوا ليه وكنلتجئوا باش نعرفوا زعما من الخبرات ديالو ومن هادي وهذا. الور اللي وقع لي انه من بعد الموت ديال راجلي استغل الظروف ديالي، واستغل ما نقولش يمكن السذاجه ديالي والثقه الكبيره اللي كانت، ما نقولش انني نقولش انني زعما حتى لديك الدرجه رانا ما زعما الدرجه ديال الوعي ما غاديش هذا، بما انني زعما تنتكلم بالطريقه ولا شي حاجه هذه ما غاديش الانسان اللي سمعني كنهضر ما غاديش يقول هذه راه ما واعياش، ولكن انا ما واعياش بالقانون، انا ما واعياش وما عنديش درايه كبيره بالجانب القانوني. ثقت فيه وقلنا بان راه قبل من هذا الشيء كامل ثق في راجلي الله يرحمه، خلى عنده وثائق وخلى عنده امانات وخلى عنده يعني كل حاجه كانت كتعلق بينا ولا كتعلق بولادي ولا شي حاجه كان كيخلي كيقول له هذه عندنا امانه غتخليها اليوم الموت ديالي ولا شي حاجه. نهار اللي وقع الممات ولا كيولي دراعي بهذوك الوثائق، وما انا اليوم إن هذا وثائق كثيره ما عنديش كنطالبوا بها لا من جهه النقابه ولا عن طريق اي حاجه، ما عرفتش كيفاش غادي نقدر ناخذ هاد الوثائق ديالي. هاد السيد هذا دخلني في متاهه كبيره، دخلني في متاهه كبيره، انا دخلت باغا ناخذ غير داكشي اللي هو ديالي يكون عندي بطريقه قانونيه وما نكونش خارجه قانون وما خارجش حتى شي حاجه، لان الخدمه ديالي اولا صعيبه، لان الله يرحمه راجلي خلى واحد الخدمه اللي يمكن صعيبه، لا ما غاديش
لانها تقدر تكون صعيبه بالنسبه للمراه لهاد الظروف. علاش انا اضطريت بانني غادي نتعاون باش ناخذ منه هو استفاده من هذا الشيء، وناخذ منه هو زعما باش نكون غاده في الطريق الصحيح ديال الخدمه ديالي وما يكونوش عندي مشاكل كثيره. اذا بيا انا كنوقع في مشاكل كبيره 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 ما ليهاش حد، ما بقيتش عارفه راسي كيفاش غادي كنخرج من هاد المشاكل هذه، ما عرفتش كيفاش غادي نخرج منها. انا التجأت للقضاء. اذا بيا انا كنلقى هاد السيد هذا دخلني في متاهات ديال الشيكات، دخلني في متاهه ديال بيع عقار، دخلني متاع ما انني انا واش عباد الله، واش عباد الله كاين شي واحد الا كنتي عايش في هذا الوقت هذا ينصب عليك محامي وينصب عليك نوطير؟ يعني كيفاش غادي تقدر تاخذ القانون ديالك باي طريقه الا نصب عليك نوطير وما قدرتيش تاخذ الحق ديالك والتجأتي للمحامي باش تاخذ الحق ديالك، وهذا المحامي زاد ورطك بطرق ديالو هو اللي هي بالنسبه لي هو قانونيه، يا ماشي قانونيه. كيف يعقل انك انت غادي تقدر توصل فهاد الحق بهاد الطريقه هذه توصل للحق ديالك؟ المهم انا درت شكايات كثار، درت شكايات ودرت درت درت هذا، ولكن انا لحد الان دازت عليها دابا تقريبا 3 سنين وانا باقه في مصارعات وتضاربات وما لا نفسيا ولا ماديا ولا معنويا ولا ولادي ولا اي حاجه. انا عندي 5 ديال الوليدات، انا ارمله راجلي مات خلى لي 5 ديال الدراري. انا في العوض انني نجلس ونقابل ولادي ونشوف ولادي اشنو خاصهم وليت مقابله المحاكم وقابله لهذا المحامي بانه دار لي ودار لي، لدرجه انه هو وصلت بهم انهم شطبوا عليه وكان بانه في الطريق ديالي باش تشطب عليه، ولكن ماشي على ودي انا باش تشطب عليه، يشطبوا عليه. واش انا التشطيب هذا نفعني انا في شي حاجه؟ ما نفعني في حتى شي حاجه. ملي هضرت وقلت وانا انت على الاقل خذ عبره من هذا التشطيب اللي وقع ليه، ايوا يطيروا بطيارهم، غادي تبقى عندي واحد عامين ديال 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 ديال, ديال غادي يحيدوا لي التشطيب وغادي تولي عندي عامين ديال التوقيف. ويفيكتيفمون هادشي اللي وقع هو عنده عامين ديال التوقيف، ولكن انا باش نفعني عامين ديال التوقيف ديالو ولا التشطيب ديالو اصلا؟ انا كنطلب منكم وكنطلب من اي واحد عنده سلطه على هذا الشيء واي واحد من الناحيه القانونيه ولا انا كناشد الناس الكبار، كناشد صاحب الجلاله، كناشد انا راه بغيت، انا ما كنطلب حتى شي حاجه، انا كنطلب غير انني ناخذ حقي وحق ولادي اللي زعما اللي هذا السيد هذا ضيعني في ضيع لي وقتي وضيع لي حقي وضيع لي رزقي. هاد السيد خارج تيقول واش هو بنكا اللي غادي يسلفني بانه تيقول انا كنسلف الاستاذ هذا نصب عليا لدرجه انني وليت مدينه له بمبالغ كبيره، ما عرفتش انا كيفاش وصل لهم وباي طريقه هاد المبالغ هادي. راه هو يعني بانني انا مدينه ليه حجز بها على الاملاك ديالي كامله، المحل اللي كنسكن فيه اضطريت انني نحول ولادي لبلاصه اخرى باش ما يبقاوش تحت الضغوطات ديال 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 كل مره كاين عون قضائي، كل مره كاين بوليس، كل مره كاين هادي، كل مره كاين هادي، وهذه ضغوطات نفسيه عليا ولا على ولادي. انا كناشد صاحب الجلاله وسيد رئيس السيد الوزير العدل وسيد رئيس رئيس النيابه العامه باش يشوفوا من باش يفتحوا في تحقيق في هذا الملف ديالي. وكنطالب وكنحمل المسؤوليه للنقابه لانهم هما شطبوا على هذا السيد، ولكن بدون ما يعرفوا بدون ما يعني انا ما استفدت حتى شي حاجه من التشطيب ديالو، ما استفدت حتى شي حاجه. انا كيخصهم يشوفوا معايا في المحكمه المواضيع اللي كاينين والقضايا اللي كاينين بيني وبينه في المحكمه. وكنقول بان رانا درت واحد الشكايه من ضمن هاد الشكايات اللي درت واحد الشكايه اللي هي تصنتوا لي انا فيها، مشات درتها عند الوكيل السيد الوكيل العام ومشات لاختصاص المحكمه الابتدائيه، والطرف الثاني كان مشى للنقابه اللي هي حفظت الملف ديالها، والطرف الشطر الثاني فيها مشى لاختصاص المحكمه الابتدائيه اللي انا تصنتوا ليا عندها عند البوليس، تصنتوا ليا وتصنتوا للطرف المشتكي به لان كان مشتكى به واحد الانسان اخر حتى هو اللي كان ابن ديالو، وهو باقي ما وصلتش النوبه ديالو باش يعيطوا له، لان دابا هاد الشكايه هذه تقريبا عام ونص، وانا كان
كنتمنى باش ياخذوا بعين الاعتبار هاد الشكايه ويشوفوا ونشوف، لان هي جامعه لكل شيء. وبغيت باش 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 كنا ناخذ الحق ديالي. انا كنناشدكم، انا ما كنتمناش اي مراه تكون كانت براج كان الراجل ديالها حاميهم وكان حامي وليداتها وحامي كل شيء، وفي الاخر كتبقى في يد الناس اللي هما ما كيستاهلوش انهم يديروا فينا هذا الشيء. حنا راحنا عيالات، حنا راحنا امهات، وحنا راحنا احنا الامهات، وحنا اللي مربين الاجيال. وحنا بالنسبه لنا علاش الظلم هذا كامل؟ علاش باش ناكلوا هاد العصا هذه كامله؟ رحنا بالنسبه راه كيخصنا من الارمله ولا اليتامى، راه كيخصنا ناخذوا بيديهم ماشي ننتقموا منهم ولا نديروا لهم هاد بد. وانا كناشدكم وكناشد صاحب الجلاله، شوفوا من حالنا، الله يخلي لكم صحتكم. هادشي اللي غادي نقول.